اهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا في كل اللي فات ازاي الاهلي مستهدف في حاجات كتيره جدا، ازاي الناس مشغوله زي ما المهندس عادلي قال، كله عمال يتكلم على فايلر، الحق اللي هناك ده اللي مش كرترون. اتقال في هذا السياق كلام تاني كتير جدا عبر البرامج الفضائيه. حبينا هو بس قبل ما تخش في دي الذي يذهلك اختلال المعايير، وكل واحد واخد الدنيا في سكته. ايوه يعني يجي يقول لك ايه رمضان صبحي ده احتراف، عمليه احترافيه واداره باحترافيه، احتراف احتراف احتراف، ما يمشي احتراف احتراف احتراف. طب فايلر خيانه، كارتيرون اسمه اسف كارتيرون خيانه. عشان كده ده كان اهتمامنا ان كل واحد يتمسك بكلامه بعظمة لسانه. هنا حقه كمحترف، طب وهناك خيانة وندالة. يمشي رمضان صبحي من النادي الأهلي محترف، حقه لازم يمشي، مسكين عليه ليه؟ حطوا نفسكم مكانه. مع العلم بقى، بس أنا عايز أوضحها للمرة العشرة بقى. النادي الأهلي سيبك من الجماهير، الجماهير ليها أسبابها، لأنها بتحط توقعات عالية وبترتب أدوار مستقبلية للجماهير دي، بتصدم من مواقفها. لكن محدش طلع من النادي الأهلي لام رمضان، الكابتن رمضان أو كابتن عبد الله أو غيره، غير إن هما مفيش وضوح في التعامل. أنت ما بتقولش ليه؟ أنت تسأل فتقول بعمل صلاة استخارة، لا خلصوا هيدرزفيلد، لا اعملوا هو ده. وفجأة لما نخلص هيدرزفيلد تقول لا أنا مش معاكم. هنا النقطة. لكن أنت من لو من أول دقيقة كابتن رمضان يا جماعة والنبي بعد الإعارة، معلش أنا ليا مخطط وجهة تانية، خلاص حقه انتهى. ما كناش بقى روحنا وجينا، ما كانش نفس جمهور الأهلي بقى عنده الصدمة دي. صدقوني اللي المفروض تكون عنده الصدمة هو اللاعب اللي يخرج من الأهلي، مش اللاعب اللي دايما وابدا، او مش جمهور الاهلي دايما وابدا اللي يزعل ان حد مشي. اللي يمشي هو اللي يزعل، وبكره هيفتكر ده كويس. لكن هي دي الحقوق الطبيعيه في الحياه، كل واحد يا جماعه من حقه انه يختار، بس كان الامر يحتاج وضوح واحترام. بس هو ده المساله تحتاج، لا يضيق الا بالتلاعب. بس انما انت تتاخد قرارك، مين يقول لك انك ده مش حقك؟ كنا نتمنى انك تتماسك بالاهلي، لكن لو انت جيت قلت بوضوح، هو ليه الناس في الاول ما زعلتش بالكابتن شريف؟ قال لهم انا مش معاك. بالظبط. وعندي اسبابي. ده شغل احتراف. طب ليه الكابتن النهارده احمد فتحي الناس مش زعلانه منه؟ قاعد وبيأدي دوره لاخر وقت. وعايز يمشي، خلاص. ولو انه في الاول زعلوا منه لانه ما يعني بعد ما قال مطل وخالف معاه. انما بس دلوقتي خلاص اوكي، ده اختياره. محدش متحامل عليه خلاص. لكن ان انت تاخدني في سكه عشان انا افشل اجيب لك العقد، وبعدين انت تقول ده العيب في النادي الاهلي، يبقى انت كنت بتصدر لي مشكله وتستهلك لي الوقت ده كله. ده كانت المشكله، وده كان الفرق في التعامل. البرامج الفضائيه والسكريبتات الموحده اللي حملت بعنف على النادي الاهلي ووصفته بالانهيار، هي اللي وصفت كارتيرون المدرب اللي عنده عاد بالنداله والخيانه. ايه الفرق؟ هي دي المادة وهو ده الفلوس، بس هما كلمتين وبس، مش مني، من الفنان الكبير فؤاد المهندس في كلام عن الفلوس نسمعه. الفلوس ممكن تشتري لك فطيرة، وممكن تشتري لك عربية، وممكن تشتري لك قصر، وممكن تشتري لك مركب ويخت وطيارة، لكن الفلوس ما تقدرش تشتري لك احترام الناس، ولا تقدر تشتري لك العلم، ولا تقدر تشتري لك الصحة، ولا تقدر تشتري لك السعادة. الفلوس يا منجي يا مغيث خلت الناس هردبيس، والضماير طلطميس، ده هي تقطع بالفلوس. الفلوس ياما بتعلي خسيس، وياما بتوطي حسيس، هي فيها مغمطيس ولا ايه سر الفلوس؟ الفلوس مهمة ومطلوبة، والسعي للرزق مطلوب وواجب، لكن في حدود، ان الفلوس خادم توجهه مش سيد يوجهه.
الفلوس خادم توجهه مش سيد يوجهك. يعني والله كان زمان ايه القيم اللي كانت بتتقال ببساطه دي، وكنا حريصين ان احنا نصدر هذه القيم ونعلم الناس كلمتين وبس، مفيش ابسط من كده كلام يعني.